فحبينا نطور من شكل الفسيخ والأسماك المملحة في مصر، فقدمنا للناس الفسيخ بجودة وبشكل مختلف. الفسيخ هو اكله شعبيه شويه، وبيحب اللمه والعيله والبتاع مش عارف ايه والكلام من ده، لكن بالشكل اللي انا شايفه هنا مطاعم وقعده وبتاع، وممكن تاخد برجر وتاخد حاجات واشكال وحاجات وبتاع، فحاجه رائعه بصراحه يعني.